على مسارهم أي سعون اللي خلاف اللي نقل يسوي سعوتي وركاس نوام مغلية أرين كاس مركا أدبا أنو شعبهان وقل قلنينا وقنا حنا هاي وحان السوشي دينا يا أرين كاسي إن أنو ديب دنبا ودعين شلي وحا مر لباد مقالة قروي أي عاصمة بنتلان لقع اليه يضا يوفدي أي هقامين يسو قدومي كوحيغان كوباد قلها شعبك برلمانك جمهورية فدرالك سوماليا مرو سعدية سعدية سي عريسان ورباهين تقول هذا الشيء يا وحاي كور بحسي سببها كلي فكرة إن مدحوينها بونتلان سعيد عبد الله داني ومر لبات كعليو قروة ما دام ديغان دورشة ذي دي آي تهاي هذا ما شعبك كنول مقالة عاصمة داي مقدشو أيان وحكا ويديني سيداي واركان إن مر لبات لقعليو قدومي سعدية ديغان دورشة ذي دبعا لقصو دورتي بونتلان وحاينا شاقان إن أي تهاي قلد وين وسميه مدحوينها بونتلان ما داما وإسكو قلد يو سيدا أي شاقان قلاف قلد حي دولة فدرالك سوماليا إيتان شخصية ذيد وحيد لعي وحفي عالمئهن لكن سيدا هادا الكلد يستيد لمن حل لبانا أو شاقان إنو سعدية إن خلاف أبو رئيسي قبلها الله ينا وعركي أوله سعدية دورة شدا سيتو على مسار ما يسعون له خلاف إلي نقل يسوي سعوتي وركاس نوام مغلية مركض على مسارك السلطان كاي وسعوتي سعديو على مسارك السلطان كاي وسعوتي خلاف بين كذا اللي ربتبع لليها وقول يكا لي وذاتي قبر لان ألاتي سلطان كعصب وعيش يكتي إن سعدية أي خلاف أبو ريس لكن ما في علو ضلك وحكو في عي هاي وذجر يو إن وحلوكم بديسي هاي لغادسو مركا برامج كازيتو برامج في عالمهن واحد داني وسميانا واحد في عالمهن سعديانا خلاف كهرو الله حلل إنا يهدنا مرلواد ماشي أي هدنا ثلاب الله ومقاضو يهدنا وخلط بيوك وعد عضو آدوحن أو آد نو تابانيس بلشد الصومالية تابانيس ما دام عاي تهي دادو دشي وحاويان كان سوچي دا بوتلان وحاويان حق أي أولهاي وحاويان قبر عاسي إن الله أقلاده وحاول إن الله رستاقنا ماهين تاسنا عقبات وحيكون نغنيسا هشي سينتي وحاويان حكومة فدرالك إيو بوتلان بوتلان وحاويان وادول لو سيميهي وادول صوماليات وادول قبادا سيعود على تكن سوچيدو وحاويان وانا دول كيجي وحارين كاس مركا آدبانو شعبهان وقل قلنينا وقنا حنهي وحان سوچيدين يا أرين كاسي إنانو ديبدن باودعين وحاويان أرين كاسينا لغوان تو آني سورة قل ونغنين إن وحاويان وحلا إرادة عارسي ما نغن كرتو ويا دلكو وحاوي وحيام يا وصعدا أو قيد اللو يهوا نبد وهيشي سين وإسرح قل وحاوي وإسلا تشي ما أها علاد عصب إلا أبوره أرين كاسي مركا آد بان وغحناهي إنانو ديبدن باودي عنا وارجينينا إن شاء الله مهمة باش تعالى وحيطة ماشا عن قلاف آيا سوت تاغنا مدد دير خلاف كاسيتي إن لحاليو وصيدو ووهنا كسن ولوو حالين كران وحاوة وذياشة دقن كاعة إنها حاليان لكن لوقف وليقود إسرشاقي سنجري سيدا ننكا ماشا سفادية إنك إنت فادية لوضو وليقود وإسرسو شاقي سنجرين مارك خلاف أي كمي قد نحي يالو دراد ديدا وكسلي سنية هاي mana ku haboona qof oo aad iyo aad maareeyay baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan oo federaalka ah in sida qof oo maareeyay shakhsiyan oo ganacsade ah oo loola dhaqmo wuxuu aad iyo aad oo qalad weyn u ah in ay go'aan xataa ay ka soo jeediyaan ay dhahan diyaarad ma iman karto iyo inta kuma soo deey karto waxaan waa falal soo jiray oo muddo badan soo jireen qof koorto waa in la baraa qiimaha iyo qadarinta ee kala leedahay madaxda iyo shicibka dhinaca kale shacabka caasimada muqdisho ayaan hor dhigay sidaay u arkaan in la furo dastuurka Puntland si wax ka beddel loogu sameeyo ayadoo ay xusid mudan tahay in dastuurkaasi dartiis qallaas badan ay ugu dhaceen deegaanada maamulkaasi waana kuwan markale shacabko iga waramaya dastuur furitaankiisa dib u leeyahay dastuur la furay dowladdi Itoobiya waxa burburiyay wuxuu ahaa dastuur xukuumadii farmaajo wixii khilaafka ku dhaliyay waxay ahayd dastuurkii oo khilaaf iyo muddo kororsi lagu sameeyay sideedaba dastuurka heshiis bulsho waaye
bulshada oo arraan la ka ahayn in la farageliyo waa mamnuuc arrigaas qabo waxaan is leeyahay arrinka isaga ahi caqabad ayuu la kulmay maadaama dadku aanay heshiis ahayn waxa mudan waxa weeyaan marka hore bulshada deegaanka inay heshiiyaan in la isku afgarto afgarad rasmi ah markii la helo ayaa la daafuri karaa laakiin arrinkaas wuxuu ku noqon karaa caqabad hor allah oo waxa weeyaan hor istaagta waxa weeyaan nabadii ay ku naaloonaysay Puntland nabadaasoo ahayd mid soo jireena waxa weeyaan arrinkaasina waxaan is leeyahay in waxa weeyaan wada tashi laga galo nabad la raadiyo dadku heshiisa in la furo ayaan jeclaan lahaa anigu taas ayaan soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed waxa wey gaar ahaan waxa dhulka dadka ku dhaqani waxay horseed u ahaayeen nabadda waxay horseed u ahaayeen dib u dhiska dalka Soomaaliyeed marka iyadoo horseed ahayd ma aha qalalaase iyo waxa weeyaan dictatornimo in ay maanta loo horseedo dastuurka hadii ay ka imaanayso furitaankiisa dhibaato iyo dil oo shicibna uu ku dhamaanayo xaq uun looma laha in la furo laakiin waxaa jira wax la dhahayo xaalumasuud waxa waaye odayaasha meesha intay kulmaan qodobka laga hadlayo sagaal maaragtay baarti iyo labaatan iyo shan baarti a samaynayna iyo soddon iyo shan baarti a samaynayna intay ka baxaan wixii halkee waa la ogyahay dastuurka asoo la furina xal la samayn karaa dastuurka waa marmarsiyo oo lagu rabo in dagaal lagu oogo oo laba qof israadsanayso laakiin labada qof israadsanayso way ishor fadhiisan karaan waxay iska wareysan karaan iyow doorashaa rabnaa inaan sameyno qofii codaa rabnaa inaan sameyno qofii cod markii la sameynayo waqtigan hadda ma ku haboon tahay waa qofii cod in la sameeyo okay hadday ku haboon tahay see u sameynaynaa waay niyow isku dhaf aan samaysanaynaa qofii cod eh ayadoon dastuurka la furin dastuurka marka la furayna qolada kale kaasoo horjeedo waa inay ayagana kula og yihiin ay imaadaan ayagana go-aan ay kadhi wax ka dhiibaan laakiin anigii maxaa la dhahay lixdan iyo lix xildhibaan eh oo mid walba oo laaluush ku imaaday aa dastuur furaay bedelaay kii qoray dastuurkana laaluush ku imaado furaay bedelaay waxaas dan shicibka garoowen uguma jirto shicibka soomaaliyana uguma jirto waa arrin jaahilnimo weyn ah in laysku dagaalo xabad lagu gamo Puntland ayaa wajihi doonta wejiyo badan oo siyaasadeed maadaama maanta la daafuray dastuurka islamarkaana qodobo badan wax laga bedeli doono oo dastuurka ah taasoo ay qayb ka tahay doorashooyinka oo uu dhigayo dastuurku inay u dhacdo qof iyo cod islamarkaana shacabka deegaanadaasi ay soo dooran karaan shaqsiga ay doonayaan Safiic Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho